مهم قوي يا دكتور النقطة دي. طب هو بيكتشف ازاي؟ يعني دلوقتي هو عنده طاقته بتقل نهجان كل الحاجات اللي حضرتك انا ما استناش بقى لما اوصل لكده. اه ما ده فايدة البرنامج بتاع حضرتك والتوعية المبكرة، ان هو لو لقى ان المجهود بتاعه بدأ يتأثر ما يستناش لما يبقى خلاص بقى. يعني مثلا انا متعود اطلع الشقة بتاعتي اللي هي في الدور الخامس جري، فجأة لقيت نفسي لا انا مش مرتاح، ابدأ ادور بقى. ما استناش لما اطلع بيظهر موضوع ضعف عضله القلب ده ولا بيدخل بقى في دوامه احنا لسه مش قادرين نكتشف؟ لا سهل جدا تشخيصه استاذ شيري، بيتشخص بسهوله قوي لو عملتي رسم قلب وموجات صوتيه، يا ممكن الدكتور في العياده بيشخصه بالفحص الكلينيكي حتى. بلاقي الاعراض موجوده، القلب متضخم، بسمع بالسماع حاجات معينه، بشوف التورم، بشوف الرئه فيها احتقان، بقدر ان انا في العياده بتاعتي اشخصه. لما بعمل له بقى الموجات الصوتيه بقدر احسب بالظبط كفاءة عضلة القلب. على فكرة مش كل كفاءة عضلة القلب اللي هي الكفاءة الانقباضية، يعني في هبوط في عضلة القلب والعضلة تلاقي وظيفتها سليمة، حاجة اسمها دايستوليك هارت فيلير أو اللي هو التراجع في الانبساط. القلب عامل زي المضخ بينقبض وينبسط عشان يملى الدم تاني، فساعات بتبقى الكفاءة في الضخ كويسة لكن يجي في الانبساط الريلاكسيشن مفيش، في تنشن، في ستيفنس، في تيبس، مفيش مرونة، فبرضه ما يقدرش يسحب الدم فيتراكم في الأطراف يعمل ورم، يتراكم في الرئة يعمل برضه احتقان، يعمل نهجان. ساعات الأعراض الأولى لهبوط القلب تبقى حاجات بسيطة جدا الدكتور بيعرفها بعيادته. لذلك لو في واحد مجهوده كويس جدا ونشيط وفجأة لقى إن في لا مش دم، لا مش أنا يا دكتور، يعني مجهودي مش هو، يبدأ بقى يروح يشوف القلب بتاعه، لأن ده ممكن يبقى أول عرض لضعف عضلة القلب.